من الباب العريض عادت على غفلة من أمريكا والغرب الذين انشغلوا بمراقبة الصين وصعودها البطيء القوي. من بين ركام نهضت وعلى أمجاد الماضي اتكأت، وبأحلام العودة والمنافسة والهيمنة قامت للانتقام ممن أسقطوها. الدب الروسي قام، حقا قام. لحظة الانهيار الكبير. كانت هذه هي اللحظات الأخيرة التي يرفرف فيها علم الاتحاد السوفيتي، وفيها تم إنزال العلم الأحمر بقرار يقضي بعدم رفعه من جديد. شتاء العام 1991 كانت لحظة غيرت مجرى التاريخ والعالم. فيها انهارت إمبراطورية نازعت الولايات المتحدة السيطرة والهيمنة طوال ما يقرب من النصف قرن، ولحظة عمت فيها الأفراح في عواصم غربية عدة، وبشرت شعوب عواصم شرقية بالحرية والتحرر بعد سنوات من مكوث السوفيات على صدورهم. لحظة فيها نام قادة من يسمون أنفسهم قادة العالم الحر باطمئنان، وأراح جنود الناتو لأول مرة أصابعهم من القبض على الزناد. توقفت فيها عجلات الدبابات عن الدوران، وعادت السفن الحربية لمراسيها بأمان، وكفت طائرات الآف عن التحليق، فالغول الشيوعي مات، حقا مات، أو هكذا ظن الجميع. حين عاين الروس الأضرار بحكم الثورة البولشوفية التي بدأت على أراضيهم، وبحكم العاصمة التي تتوسط بلادهم، وبحكم أنهم البلد الأكبر بين بلدان الاتحاد، ورث الروس إمبراطورية السوفيات أو ما تبقى منها. وسريعا أعلن عن ولادة بلد جديد قديم تولى رئاستها عن طريق الاقتراع المباشر المدعو بوريس نيكولايفيتش يالتسن، الذي أعلن بعد شهرين من حكمه تفكك الاتحاد وانهياره إلى الأبد، وانفرد هو بحكم ما تبقى من الاتحاد وهي روسيا، بعد انفضاض جمهوريات الاتحاد السابقة عنها، والتي كانت من أوروبا، أوكرانيا وبيلاروسيا ومولدوفا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا، ومن آسيا كازاخستان وكيرغيزستان وتاجكستان وتركمانستان وأوزباكستان، بالإضافة لأرمينيا وأذربيجان وجورجيا. وظلت روسيا وحيدة ومعها بعض جمهوريات من القوقاز، راحت هي الأخرى تتمرد على سطوة موسكو وعلى رأسها الشيشان. فشن يالتسين الرئيس الجديد الذي يملأه الحماس حربين سريعتين، واحدة على الاقتصاد والأخرى على معارضيه داخل روسيا وفي القوقاز. حربه الأولى على الاقتصاد أسفرت عن شبه انهيار بالاقتصاد، في حين نجحت حربه الثانية بالقضاء على المعارضة في موسكو والفشل في القضاء على المعارضة في القوقاز، حيث خسرت روسيا حربها الأولى على الشيشان، والتي بدأت العام 1994 وانتهت بعد عامين من الانسحاب، وفي مشهد اعتبر مهينا لرئيس موسكو الجديد، حين أجبر زعيم الشيشان على الجلوس أمامه للتفاوض وليس على رأس الطاولة. مشهد عمق جراح الروس المجروحين من خيانة الصديق القريب والبعيد. ففي حين كانت موسكو تتلقى ضربات الثوار في القوقاز، أبحرت زميلاتها السابقات من جمهوريات الاتحاد نحو الغرب، وتحالفت مع أعداء الشيوعية السابقين، حتى بات الناتو على مقرط عصا من موسكو. في تلك الأثناء أدرك حتى من هم في دائرة يالتسين القريبة أن الرئيس الذي قاد البلاد عقب الانهيار أضعف من أن يحافظ على روسيا من ملاقاة نفس مصير اتحادها القديم، فبحثوا عن أشخاص أو شخصية قادرة على إنقاذ البلاد. ثم جاء القيصر.
على مر العصور وصل الحكام الروس إلى السلطة عبر طرق مختلفة، ففي حين نالها القياصرة الروس بالوراثة، حازها فلاديمير لينين عبر الثورة، ووصل إليها الأمناء العامون للحزب الشيوعي السوفيتي عبر تسلق السلم نحو المكتب السياسي للحزب وانتظار أن يأتيهم الدور. أما يالتسين فقد كان وصوله للسلطة عبر صناديق الاقتراع وحده فلاديمير بوتين. الكريملين نفسه من جاء إليه لتسليمه السلطة على طبق من ذهب، إذ اختار الرئيس بوريس يالتسين ودائرته المقربة الضابط السابق في جهاز الاستخبارات الروسية KGB لقيادة روسيا نحو القرن 21. وبوتين هذا هو ابن مدينة لينينغراد، المدينة التي شهدت أقوى حصار في العصر الحديث. ولد فيها العام 1952 لأب كان جنديا سوفياتيا سابقا دافع عن المدينة إبان حصار النازيين. وفي هذه الأجواء نشأ الرجل الذي سيلقب بالقيصر. التحق مبكرا بجهاز KGB أو المخابرات السوفياتية، وكان من ضمن مهامه قيادة العمليات الاستخباراتية في ألمانيا الغربية منتصف الثمانينيات. شاهد بعينه سقوط الاتحاد السوفيتي وأبقاها مفتوحة على المستقبل. العام 1999 تولى بوتين رئاسة الحكومة بعد تعيينه من قبل يالتسين، وفي نفس العام قرر بوريس يالتسين الاستقالة مبكرا ليتسلم بوتين السلطة خلفا له كقائم بأعمال الرئيس. ثم بعد 3 أشهر أصبح هو الرئيس ليفتتح الروس الألفية الثالثة بعهد جديد ووجه جديد وبأحلام قديمة، وهي العودة حيث كانت زمن الشيوعيين. من بين الركام، افتتح الرئيس الروسي الجديد سنوات حكمه بحرب، وهي اللعبة التي سيحبها بوتين كثيرا، أي شن الحروب والقتال. العام 1999 انطلقت معركة الشيشان الثانية، وفيها أنهى بوتين أحلام الشيشانيين بالانفصال وأخمد نار التمرد في كامل القوقاز، كما قلم أظافر البارونات الجدد في موسكو أو رجال الأعمال، وبدأ بسحق رجال العصابات والمافيا في الشوارع، وأطاح بكل مراكز القوى خاصة السياسية والاقتصادية، وأسقط أباطرة النفط والغاز والبنوك، ومد سيطرة الدولة عليها وأحكم قبضة السلطة المركزية على القطاعات الاقتصادية الأساسية بما فيها النفط والغاز وصناعة الأسلحة والصناعات الثقيلة، وسعى لصناعة قطاع خاص روسي كبير تحكمه قواعد قانونية صارمة ورقابة مركزية حكومية غير متهاونة، كما شجع الاستثمار الأجنبي في حقول وقطاعات غير استراتيجية لكن أيضا ضمن ضوابط قانونية. فسيطرت الدولة وجهازها المالي المركزي على عوائد النفط والغاز وصادرات الأسلحة وعوائد القطاعات الأخرى، وفرضت نظاما قاسيا على جباية الضرائب. فتحقق في سنوات عهده الأولى وفرة مالية كبيرة للخزينة الروسية. وسياسيا راح القيصر الجديد يخضع كل من العاصمة وروسيا لسلطته، فبدأ بالعمل على تفصيل دستور يناسب خطته بالبقاء بالسلطة، وصف المعترضين واحدا تلو الآخر حتى آلت إليه مقاليد الحكم في البلاد دون أي منافسة، ليغمض عينيه بطمأنينة للداخل ويفتحها جيدا على الخارج، حيث لا يريد أحد لموسكو العودة. الجار المزعج. ما إن أنهت روسيا ترتيب بيتها الداخلي والتمرد الذي اندلع في قوقازها، حتى بدأت أنيابها ومخالبها تطال الخارج المحيط فيها، والذي كان ذات يوم ملكا لها بحسب ذاكرة بوتين والمؤمنين به، فكانت الأنظار كلها مصوبة نحو جورجيا. هناك حيث إقليمين متمردين على السلطة الجورجية هما أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، لتستثمر موسكو الحصة الانفصالي لدى الإقليمين ولتضخ فيه أكثر المطالبة بالاستقلال،
أمر استفز السلطة في جورجيا، وحيث ظنت الحكومة الجورجية أنها مدعومة من الغرب لقاء مشاركتها في الحرب على العراق، استجمعت قواها وقررت الهجوم بداية على أوسيتيا الجنوبية لبسط سيطرتها على الإقليم العام 2008، لتتفاجأ بظهور الدب الروسي الذي مهد لتدخله في النزاع الأهلي الجورجي، باتهام تبليسي عاصمة الجورجيين بأنها ترتكب جرائم تطهير عرقي بحق الأوسيتيين لتعطي الشرعية لنفسها بالتدخل. وأمام نظر وصمت العالم أجمع، حلقت طائرات الروس فوق المدن الجورجية وفوق رأس الرئيس الجورجي نفسه، وذلك أثناء جولة تفقدية له لجنوده، أمر أدخل الرعب في قلب الصغير قبل الكبير في الجار الجورجي. ولم تكتفي موسكو بذلك، بل أوعزت لجيشها الثاني بالتحرك نحو الجار، لتصل القوات الروسية إلى حدود العاصمة تبليسي دون أي مقاومة تذكر، فيما يشبه النزهة للجنود الروس، وفيما يشبه الإعلان عن عودة قوة الجيش الوريث للجيش الأحمر. سريعاً أعلنت جورجيا انسحابها من الإقليمين الانفصاليين، لتعلن موسكو انسحابها من جورجيا وقد تمت مهمتها على أكمل صورة، ولتعلن كل من أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا استقلالهما من طرف واحد ومن دون اعتراف دولي بذلك. بل قابل العالم الخطوات الروسية بعقوبات فرضها على موسكو على أمل شل تحركاتها خارج حدودها، ولكن أمل الغرب سريعا ما مات تحت وطأة أنباء أخرى أظهرت أن الروس لا ينوون العودة إلى ثكناتهم. وفي حين تنبه العالم للسيناريو الروسي في جورجيا، حيث تغذية نزعات الانفصال والتمرد ومن ثم التدخل باسم حل الصراع، في حين أنها هي نفسها من خلقت هذا الصراع. أعادت موسكو تطبيق ذات السيناريو ولكن في مكان جار آخر، حيث أوعزت للأقلية الروسية في إقليم دونباس شرق أوكرانيا للتحرك ضد السلطة في كييف، مستغلة ثورة شعبية في أوكرانيا أطاحت بالرئيس الموالي لموسكو والتي أتت بحكومة موالية للغرب. فبدأت حركات مسلحة بالظهور في دونباس وأعلنت حربا على الجيش الأوكراني. وفي حين انشغلت كييف بحرب الانفصاليين، انقضت موسكو على جزء آخر من بلاد الأوكرانيين في جنوبها ويعرف باسم شبه جزيرة القرم، حيث تعيش أقلية روسية أو ناطقة بها هناك. وبين ليلة وضحاها أجرت موسكو استفتاء في الجزيرة أسفرت نتيجته عن اختيار سكان القرم للانفصال عن أوكرانيا. ثم ما لبثت روسيا أن أعلنت عن عودة القرم لسيادتها ولحضنها الطبيعي، متجاوزة كبرياء أوكرانيا ومن خلفها الأوروبيين والأمريكيين الذين مارسوا نفس وسائل الدفاع بفرض عقوبات على موسكو أو مزيد منها على أمل الردع. ولكن ذات الأمل الذي لطالما عول عليه الغرب، أعلنت روسيا مرارا مقتله عبر عدة تحرشات بأوكرانيا نفسها على مرأى ومسمع العالم أجمع. ففي نهاية العام 2021 صدرت موسكو أكثر من 100,000 جندي من مقاتليها إلى الحدود الأوكرانية وسط توقعات باجتياح قريب أو ترهيب للجار الذي تنظر له موسكو على كونه قطعة سوفياتية هي أحق بها من الغرب الذي ترتمي بأحضانه كييف. وليكتفي الغرب بالمراقبة من بعيد وسط وعود للأوكرانيين بدعم لن ينقطع، ووسط تهديدات من روسيا بالتصعيد في حال لم يرتدع داعم كييف. فالدب الروسي حتى وإن كان يستهدف جيرانه، إلا أن عيونه على ما هو أبعد من ذلك، وما هو أبعد بنظر الروس أصبح قريبا. صوب المياه الدافئة سر. العام 2011 اندلعت ثورة في سوريا إحدى البلاد الموالية لروسيا، حيث خرجت مظاهرة عارمة للمطالبة بالتغيير. سريعا عمد النظام في دمشق على عسكرة الثورة لتبرير رده المدمر عليها، فاندلعت حرب أهلية في البلاد. ظلت موسكو تراقبها دون تدخل قوي في البداية،
حيث كانت منشغلة بالمسألة الأوكرانية حتى جاء العام 2015. وفي حين كان يترقب الجميع سقوط النظام في دمشق، رمت موسكو بكل ثقلها وطائراتها وخبرائها العسكريين في الحرب، ما ساهم بقلب موازين القوى، فبدأت بتطبيق سياستها الشهيرة في الحروب والمعروفة بسياسة الأرض المحروقة. وفي سوريا تحول اسمها لسياسة المدن المدمرة، حتى تمكنت من حصر المعارضة في الشمال بالقرب من تركيا وتحت رعايتها، وبسطت بالتالي نفوذها على الأراضي السورية رفقة حليف النظام السوري الآخر من طهران، لتبدأ موسكو بترتيب الوضع في سوريا ليلائم سيطرتها على البلاد وتأمين حضورها على الشواطئ السورية حيث المياه الدافئة المحرومة منها موسكو، ولتتحول قاعدة حميميم الروسية على سواحل سوريا الممتدة على البحر الأبيض المتوسط إلى موطئ قدم للدب الروسي على واحدة من أكثر المياه الدافئة حرارة، والتي على ما يبدو لم يكتفي بها الروس، فقد فتحت سوريا شهيتهم على ما هو أبعد، حيث حصل أن دخلت على خط الصراع في ليبيا، وبات لها فيها حضور لا يستهان به. دفع الأوروبيين المعنيين بالحل في ليبيا إلى أن يجلسوا مع موسكو لتسوية النزاع. وبعيدا عن مياه البحر الأبيض المتوسط، وصلت الأيادي الروسية إلى أمريكا اللاتينية حيث لها حلفاء قدامى في تلك البقاع، وأعلنت دعمها للسلطة الاشتراكية في البلاد بوجه المظاهرات التي اندلعت بوجهه، وتلقت دعمها من واشنطن. وساهم دعمها بتثبيت سلطة الرئيس نيكولاس مادورو، والذي كان يقترب من الاستقالة لصالح المعارضة المدعومة أمريكيا. وإضافة للمناطق الجديدة التي وصلها الروس، حافظت موسكو على مناطق نفوذها التقليدية في كوبا ونيكاراغوا، وكلاهما على أعتاب العدو الأمريكي بنظر الروسيين. وبعيدا عن أمريكا جغرافيا، رعت روسيا أعداء آخرين للغرب في كوريا الشمالية وإيران، لا لشيء إلا لضمان مزيد من الإزعاج لأعدائها الأمريكيين الذين استغلت موسكو انشغالهم بملفات أخرى للعودة للمشهد وبقوة. من خلف الصين. منتصف الثمانينيات شهدت جارة روسيا وشركتها الصين نهضة اقتصادية شاملة مكنتها عقب سنوات قليلة من الصعود إلى قائمة الدول الأقوى اقتصاديا، وهي حاليا تحتل المرتبة الثانية وتنافس وتزاحم الولايات المتحدة لاحتلال المرتبة الأولى. ولأن الاقتصاد كعادته محرك لكل شيء بما في ذلك السياسة وحتى الحروب، خاضت بكين حربا صامتة ضد واشنطن، ورافقها طمع بما هو أكثر من مقعد اقتصادي على القمة. لذا حشدت الولايات المتحدة جهودها وشحنت حلفائها المقربين لردع الصين، حتى أنها مؤخرا سحبت قواتها من أفغانستان وتستعد لسحبهم من العراق، كما انفضت عن الأوروبيين بتأسيس حلف جديد قائم على الدول الناطقة بالإنجليزية لمحاصرة الصين والحد من نفوذها. وإبان كل هذا من بين مزاحمة الصين للغرب وأمريكا واستراتيجية الغرب وأمريكا للحد من طموحها، خرجت روسيا لتباغت الجميع، دولة قوية وتطمح هي الأخرى بالمنافسة، فقفز اقتصادها للمرتبة السادسة عالميا، وطورت ترسانتها العسكرية وجيشها ليحافظ على مركزه الثاني خلف الجيش الأمريكي وآلته العسكرية. وفي حين كان ينتظر العالم تحرشات صينية بدول كتايوان وغيرها، انقضت روسيا على دول الجوار لها، وطالت تحرشاتها القارة العجوز المتروكة وحيدا في مواجهتها لقاء انشغال أمريكا بما هو أبعد من أوروبا، لتصبح السياسة الأمريكية محاصرة بين طموح الصين وعودة روسيا. صافرات الإنذار الأمريكية. سبتمبر أيلول من العام 2021، نائب وزير الدفاع الأمريكي كولين كال في مداخلة فيديو بمناسبة انعقاد المؤتمر العسكري السنوي لدول البلطيق ألقى مفاجأة لجميع الحاضرين وربما العالم أجمع،
حيث قال بالحرف: في السنوات القادمة قد تشكل روسيا بالفعل أكبر تحد أمني تواجهه الولايات المتحدة وبالتأكيد أوروبا في المجال العسكري. وتابع حديثه عما أسماها جرائم روسيا بحق أمريكا وحلفائها، لينضم الرجل إلى قائمة أصوات باتت كثيرة في أمريكا تطالب بالتعامل مع روسيا على أنها العدو الأول للغرب وليس الصين. فالدب الروسي بحسب كلام الغربيين أنفسهم بات هو المهدد الأول للأوروبيين وأمريكا، وهي تخوض ضدهم ما يسمى بحروب الظل، والمقصود بها تلك الحروب التي تحدث ما بين حالتي السلم والحرب في ساحة تكتيكية بين العمل السري والقوة العلنية. حرب تجري على أكثر من جبهة وداخل أكثر من ساحة في الوقت ذاته، ولذا فإن سرعتها وقوتها غالبا ما تكون مخيفة، وهذا تحديدا ما تفعله موسكو. روسيا المزعجة. في عناوين الربع الأخير من العام 2021 انطلقت تحذيرات عدة تنذر بغزو وشيك من قبل الروس لأوكرانيا، وأوكرانيا هذه إحدى الدول التي تلقفها الغرب عقب انشقاقها عن الاتحاد السوفيتي، ولطالما اعتبروها أي الغربيين قاعدة متقدمة لتهديد الروس، والآن باتت أوكرانيا ذاتها هي وسيلة الروس لتهديد الغربيين. ووفق تقرير لوكالة بلومبرغ الأمريكية، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تبادلت معلومات استخباراتية مع عدد من حلفائها في أوروبا تشير إلى أن روسيا تخطط لغزو محتمل واسع النطاق لأوكرانيا العام 2022، وأن هذا الغزو إن حدث فسيكون أكبر وأشد تدميرا من حرب العام 2014 في شرق أوكرانيا، حيث قتل 14,000 شخص في تمرد أطلقه الانفصاليون المدعومون من روسيا. وسواء حدثت الحرب هذه أم لم تحدث، فرسالة الروس قد وصلت: موسكو لم تعد تهاب أحد، وهو ما أكدته عبر إعازها لطفلتها المدللة روسيا البيضاء أو بيلاروسيا بفتح حدودها أمام تدفقات اللاجئين نحو أوروبا، وهو أمر أتبعته بيلاروسيا بالسماح لطائرات روسية نووية بالتحليق في أجوائها، ما يعني بشكل أو بآخر أن روسيا لن تترك الغرب وشأنه، وهي جاهزة ومستعدة. أنياب الدب الروسي. تمتلك روسيا أقوى جيش تقليدي في أوروبا وبمستوى يضاهي جيوش حلف الناتو، حيث أعادت موسكو بناء جيشها بعد فترة من الإصلاحات العسكرية والاستثمارات منذ العام 2008، والآن يوجد الجيش الروسي في أعلى مستوى الجاهزية والحركة والقدرات التقنية منذ عقود، كما يتبع له مجموعة مرنة من القوات الخاصة والمرتزقة وعملاء الاستخبارات العسكرية، دون تجاهل مكانة الدولة الروسية كقوة رائدة في الفضاء أو قدراتها الواسعة في الحرب الإلكترونية، كما أنها تنفق ما بين 150 و180 مليار دولار سنوياً على الدفاع، نصفها يذهب لشراء أسلحة جديدة وتحديث الأسلحة القديمة وأبحاث التكنولوجيا العسكرية، وهي حصة أكبر بكثير مما تنفقه معظم الجيوش الغربية في هذه المجالات. كما طور المجمع الصناعي العسكري الروسي العديد من أسلحة الجيل التالي، من الصواريخ الأسرع من الصوت إلى أسلحة الطاقة الموجهة مثل الليزر وأنظمة الحرب الإلكترونية والغواصات المتقدمة والدفاعات الجوية المتكاملة، إلى الأسلحة المضادة للأقمار الاصطناعية من أصناف مختلفة. قنبلة الغاز الروسية. إلى جانب أسلحة بوتين التقليدية، تمتلك روسيا عدة أوراق ضغط أخرى على الغرب، أبرزها ورقة الغاز المغادر إلى أوروبا، حيث تحتكر الغاز في السوق الأوروبية، كما بسطت نفوذها على البحر الأحمر، وذلك بدءا من العام 2014
لحظة وضعت يدها على شبه جزيرة القرم، وسعت منذ ذلك الحين على تعزيز وجودها في البحر الأسود الذي بات وفق رأي الأوروبيين أنفسهم بركة روسية، سيما عقب تواجد أسطولها الحربي فيه. وأكثر من ذلك، موسكو منعت تواجد الناتو بقوة في البحر وأغلقته بوجه طائراتهم العسكرية، وهذا بحد ذاته جزء من توكيد هيمنتها واحتكارها للغاز الذاهب للأوروبيين، حيث يعد البحر الأسود وسوريا الممرات المحتملة للغاز التركي أو الغاز القادم من الخليج لتعويض الغاز الروسي. ولتأمين قطع الطريق، عادت موسكو إلى جنوب القوقاز، وتحديدا إلى أرمينيا وأذربيجان اللتان تحاربا بأمر من روسيا وتصالحا بأمر منها، وذلك للتذكير بأنها وحدها من تملك مفاتيح المنطقة، حيث تقول موسكو أنها تمتلك أكبر احتياطي في العالم من الغاز، وهو ما يكفي العالم 100 عام. وتضيف أن شركتها العملاقة غازبروم لم تستخدم سوى أقل من ربع احتياطي حقلين فقط في شرق سيبيريا، وهذا الغاز يغطي ثلث إجمالي الغاز المستهلك في أوروبا. وهذا أيضا ما دفع السيناتور الأمريكي السابق جون ماكين لوصفها بأنها محطة وقود متنكرة بهيئة دولة، حيث سعت جاهدة أي روسيا لقطع أي طريق على الأمريكيين لمحاولة تحرير أوروبا من غازها، حيث سبق لواشنطن أن خططت لنقل الغاز من آسيا إلى القارة العجوز عبر 3 دول هي كازاخستان وأوزباكستان وتركمانستان، لكن مرة أخرى نجحت روسيا بقطع الطريق على هذا الطريق الأمريكي عبر سيطرتها على بحر قزوين، لتؤكد على المؤكد: لا غاز يمر من هنا إلا الغاز الذي نريد. روسيا تلعب بالورق. شهد العام 2019 انفتاحا في العلاقات السعودية الروسية بشكل غير مسبوق بعد سلسلة مغازلات بين قادة البلدين، حيث استقبل بوتين الملك سلمان بن عبد العزيز في قلب الكريملين، وأعلن خلال لقائهما عن توقيع أكثر من 20 اتفاقية نظرا لحاجة كلا الطرفين للآخر. فالسعودية الجديدة أرادت التحرر من سوق السلاح الأمريكي والغربي والتنويع بمصادر سلاحها، في حين تطمع موسكو بالتنسيق مع الرياض لضبط سوق البترول والتحكم بأسعار النفط عالميا. وفعليا هذا ما حصل، وتحديدا أواخر العام 2021 قبل الإعلان عن متحور جديد لفيروس كورونا حمل اسم أوميكرون، حيث ارتفع سعر النفط لأرقام قياسية بفعل التنسيق بين المنتجين الكبيرين السعودي والروسي. وبعيدا عن السعودية، حافظت موسكو على ورقة إيران بيدها، خاصة بعد أن فض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الاتفاق النووي معها، وعادت طهران لتتحول إلى بعبع للغرب وحلفائه في المنطقة بفعل طموحاتها النووية. وبجانب إيران تكمن كوريا الشمالية الفزاعة الأكبر لأمريكا وحلفائها في شرق آسيا، ورفقة هؤلاء كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا، دول جاهزة لبذل الغالي والنفيس من أجل موسكو. وأبعد منهم سارت روسيا ودخلت على خط الحرب الأهلية في ليبيا لتزاحم الأوروبيين والأمريكيين في كل مكان، وليس فقط في الأماكن التي تحيط بها والتي اعتاد الغرب استفزاز موسكو فيها. ولا تقف مخالب الدب الروسي عند حدود هذه الدول، فخلال العقدين الماضيين أصبحت روسيا أكبر مصدر للأسلحة إلى أفريقيا بالسيطرة على نحو 38% من سوق السلاح الأفريقية، وهذه كمية تمثل نحو 49% من إجمالي صادرات الأسلحة الروسية لكل دول العالم. ومنذ العام 2015 نشطت المؤسسة العسكرية الروسية في توطيد علاقاتها مع نظيراتها الإفريقية، فوقعت 21 اتفاقية عسكرية مع دول إفريقية من بينها
أنغولا وبوتسوانا وبوركينا فاسو وتشاد وأثيوبيا وغينيا ومدغشقر ونيجيريا والنيجر وسيراليون وتنزانيا والزيمبابوي، بالإضافة لمصر والجزائر. وتشمل هذه الاتفاقيات مجالات متعددة، منها التدريب الأمني والعسكري وتبادل المعلومات والتعاون في مكافحة الإرهاب. كما برزت في السنوات الأخيرة رغبة موسكو في بناء قواعد عسكرية في إفريقيا، ووفقا لوثيقة رسمية مسربة فقد تم اختيار 6 دول لهذا الهدف، وهي مصر وأفريقيا الوسطى وإريتريا ومدغشقر وموزمبيق والسودان. أوراق روسيا لا تقتصر على تحكمها أو علاقتها بالدول، بل بخلق جيوش جدد من المرتزقة قادرين على خوض معارك موسكو البعيدة دون تحريك جحافل الجنود الروس التقليديين. حيث في يوليو تموز من العام 2021 نشرت صحيفة The Times البريطانية مقالا عن تقرير للجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة، اتهمت فيه مدربين عسكريين روس بارتكاب أعمال قتل ونهب في جمهورية إفريقيا الوسطى. والحديث يدور هنا عن مرتزقة فاغنر الروسية الشهيرة والتي تعمل بالتنسيق مع موسكو، لكنها رسميا تعد شركة خاصة مستقلة عن الدولة. ووفق تقرير الأمم المتحدة فإنه تم نشر مرتزقة فاغنر في جميع أنحاء العالم من فنزويلا إلى سوريا، حيث قتل العشرات في معركة مع القوات الأمريكية، والآن انتقلوا إلى الدول الإفريقية التي مزقتها الحروب. وأحصى التقرير قرابة 26 دولة تنتشر فيها هذه القوات من المرتزقة التي باتت أداة روسية لتنفيذ مخططاتها. واعتبارا من العام 2015 زادت روسيا من استخدام الشركات العسكرية الخاصة كأداة لسياستها الخارجية لتشمل دولا مثل أوكرانيا وسوريا وليبيا والسودان وجمهورية إفريقيا الوسطى ومدغشقر والموزمبيق، ما ساهم بتعدد الأوراق التي تمتلكها موسكو، بالإضافة لتعدد خياراتها بالحرب والرد على أي تحرك ضدها. وهذا ما يفسر براعتها أيضا بما يعرف بالحروب السيبرانية، وهذا مجال اقتحمته روسيا مبكرا، وتسجل أول تجربة لها في العام 2007 حيث تمكنت من تعطيل مؤسسات تتبع للحكومة الإستونية. وبعد هذا التاريخ ب10 سنوات واجهت موسكو اتهاما من الولايات المتحدة بشن حروب سيبرانية عليها تمثلت برغبتها بالتأثير على الانتخابات الرئاسية لصالح ترامب وضد هيلاري كلينتون. وأيضا في نهاية العام 2020 أعلنت شركة الأمن السيبراني التي تحمي وكالات حكومية أمريكية عن تضرر 50 مؤسسة بشكل بالغ، في حين ظهرت علامات ضارة في شبكات 1800 منظمة أخرى، من بينها وزارة الخزانة الأمريكية ووزارتي الأمن الداخلي والدفاع. وحمل وزير الخارجية الأمريكي آنذاك مايك بومبيو روسيا المسؤولية عن الهجوم. كذلك فعل رؤساء لجان المخابرات في مجلسي الشيوخ والنواب فيما اعتبرت جرائما روسية بحق الأمريكيين، وهذا ما دفعهم أي الأمريكيين للتنبه لفكرة حرب شاملة قد تندلع مع روسيا. طبول الحرب. كثيرون حول العالم يستبعدون اندلاع مواجهة مباشرة بين روسيا والغرب أو روسيا والناتو أو روسيا وأمريكا، لكن في الحقيقة الحرب بدأت ومنذ سنوات، منذ لحظة دخول بوتين للكرملين محملا بأمجاد الماضي وحالما باسترجاعها. وليس بالضرورة أن تكون حرب روسيا على الغرب حربا تقليدية وإن سبق لها أن استخدمتها. فلحظة اجتاحت موسكو جورجيا واقتصت منها أقليمين كاملين كانت هذه ضربة للغرب والناتو، ولحظة دخلت موسكو أوكرانيا للمرة الأولى واقتصت منها القرم كانت هذه ضربة للغرب والناتو وأعلان حرب.
ولحظة تدخلت موسكو في سوريا ورسخت تواجدها في المنطقة باتفاق مع النظام في دمشق على أن تكون القواعد الروسية والبحرية والجوية دائمة، كانت هذه أيضا ضربة للغرب. وأيضا لحظة حرضت روسيا جارتها بيلاروسيا على ضرب الأوروبيين باللاجئين، كانت هذه ضربة للغرب. والآن وجيوش موسكو على حدود أوكرانيا وعينهم على إقليم دونباس لاقتصاصه من الأوكرانيين، هذه أيضا ضربة للغرب. وكذلك أيادي موسكو تعبث بالبلقان بتحريض صرب البوسنة والهرسك على الانفصال، هذه أيضا ستكون ضربة للغرب. وجولة عسكرية مباشرة من جولات عدة ربحتها روسيا في حربها ضد الغرب. فالدب الروسي الذي يعتمد سياسة اقتصاص الأراضي من جيرانه بالتجزئة يعتمد أيضا ذات السياسة في حربه ضد الناتو وأمريكا، فهو يخوضها بالتجزئة أيضا وعلى مراحل. أما الحرب المباشرة التي يقف فيها جيش روسيا بمواجهة جيش أمريكا وحلفائه، فهذه ستظل إمكانية اندلاعها بعيدة بعض الشيء، والأمر لا يتعلق بخوف أحد الأطراف من الآخر، وإنما لأن الجميع يدرك في موسكو وواشنطن أنها ستكون حربا تدميرية لا أحد فيها رابح. لكن هي كما كانت أيام الحرب الباردة القديمة، حرب استنزاف وحرب صمود وحروب مكر وخداع. فكما زجت قديما الولايات المتحدة بالاتحاد السوفيتي في حرب مرهقة ضد الأفغان، تفرجت روسيا على حروب واشنطن في العراق وأفغانستان، وها هي تنظر بفرح لحرب الولايات المتحدة وغربها ضد الصين، ورفقة الفرجة تسير بخطى ثابتة نحو المكان الذي يرى الروس أنهم يستحقونه. والكلام هنا عن عديد الروس وليس الرئيس بوتين وحده. ففي شهر نوفمبر تشرين الثاني من العام 2021 نشرت مجلة فورين افيرز الأمريكية نداء تحذيريا للبيت الأبيض من تجاهل ما أسمته الخطر الروسي. المقال المطول كتبه كل من مايكل كوفمان مدير برنامج الدراسات الروسية في مركز التحليلات البحرية، وأندريا كيندل تايلر مديرة برنامج الأمن عبر الأطلسي في مركز الأمن الأمريكي الجديد. وتحذيرهما الذي أطلقاه كان من سياسة روسيا القديمة المتجددة وليس من بوتين نفسه، وأضاف أن على أمريكا والعالم ألا يتوقع أن تترك موسكو المواجهة مع الغرب بمجرد مغادرة الرئيس بوتين لمنصبه، وذلك لأن سياسة بوتين الخارجية تحديدا تتمتع بدعم واسع بين النخبة الحاكمة في البلاد، لذا فإن أي خلافات مع الولايات المتحدة ستبقى قائمة. لينضم كتاب المقال إلى جوقة من الخبراء والمحللين في الغرب الذين ينادون بمحاسبة روسيا قبل أن تحاسبهم، وحصارها قبل أن تحتل عواصم الغرب سيبرانيا وأمنيا واقتصاديا. عودة الدب الضال. عديد الأفلام والروايات تحدثت عن فكرة الابن الضال المستوحاة من الكتاب المقدس، وفي إحدى الروايات المستوحاة منها للكاتبة الأمريكية دانيال ستيل تدور أحداث الرواية حول أخوين توأمين مختلفين تمام الاختلاف مما جعلهم أعداء في صغرهم، ليترك أحدهما المنزل ثم يعود بعد 20 عاما. بداية يلقى الترحيب الحار من أخيه، ثم ما تلبث الخلافات أن تعود بينهما. وكما كان قديما وعلى مدار أكثر من نصف قرن، الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة توأمان يحكمان العالم. غاب الاتحاد السوفيتي قبل 30 عاما، وها هو يعود للمطالبة بمقعد سبق له وأن فقده، فيما يشبه عودة الدب الذي ضل طريقه، لكنه وجد من يعيده ويدله على وجهته. ولعل الرئيس بوتين ظاهريا هو من أعاد الدب إلى طريقه، لكن في روسيا نسخ عديدة من بوتين يحلمون بمجد دولتهم وعودة إمبراطوريتهم لقمة عالم
تربعت على عرشه قوى يعتقد الروس أنهم أولى منهم، وهذا ما يعملون على تحقيقه.